ماما مجنون يحكي وعائلي يسمع، شو بده يجيب على البناية؟ مشان يقتلها سامر يعني؟ لا حبيبتي لا تخافي عليها، مهد الطريق لحالة من الظهر. كيف يعني مهد لحالة الطريق من الظهر؟ ماما عم تخبي علي؟ لك مو قصة تخباية، بس اتفقنا أنا ونائلة ما نجيب سيرة. لا هلا بتخبري ام امير وما بتخبريني لإلي؟ لك مو انا اللي خبرتها، هي خبرتني. اي شو خبرتك؟ هذا يا ستي اجا للاستاذ سامر بوكي ورد ومعه رساله. الرساله من مين؟ من مين؟ من الست ربا، طالبه منه يسامحها ويقبل يرجعها. شو؟ مثل ما عم قلي. لوين رايح؟ شو لوين رايح؟ فايت. بس نحن مو هيك اتفقنا. لك على شو؟ انت قلت لي رجعي وبوعدك اتركك لحالك. ايه مزبوط، بس انه عن جد ما بدك يعني فهم؟ عن جد. يا ستي والله العظيم انت واحدة مجنونة. ونبهتك مني وقلت لك انك رح تندم. شو الحكمة بالله؟ أني حاببتك كتير. حلو كتير. صلاح كوني مرة سيئة وبهي الحالة مستحيل كون مع الرجال اللي بحبه ببيت واحد وما يصير بيني وبينه شيء. أول شيء أنت مالك مرة سيئة. بلا مرة سيئة، وأنا وأنت بنعرف هالشي من ساعتين زمان. ما كنا واقفين أنا وياك ورا الباب كنت متمنية موت بحضنك، وكان سامر عم بيفتح الباب، وعلى قد ما كنت خايفة على قد ما كنت مبسوطة. كنت كتير مبسوطة أنه آخر لحظة بحياتي رح تكون بحضنك. بس بتصدق من وقتها حسيت أنه ما رح يصير شيء. ليش بقى؟ يمكن تضحك، بس حسيت يعني انه بعد كل اللي مساويته بحياتي مستحيل الحياة تكافئني باني موت هيك موتة حلوة. صلاح انا ما بدي اكون سيئة معك، انا من حقي اني اجرب شي مرة كون بحضن الرجال اللي بحبه من دون ما احس بالذنب، من دون ما احس اني عم بعمل غلط او عم باذي حدا، او فيق تاني يوم الصبح لاقي حالي ندمانة. مشان هيك عم قلك روح، مع انه يمكن هي اكتر ليلة انا بحاجتك فيها. طيب شو يعني هلا انا ضل ولا روح؟ ما بعرف. اذا بدك المره اللي تعرفت عليها هديك الليله وعجبتك كانت هربانه من بيت جوزها لانه اكتشف انها عم تخونه، حقني ناطرتك. وإذا بدك المرة اللي من شوي كان عندها استعداد تموت على إيدين جوزها بركي الموت بينظفها وعم تحاول تحب عن جد، روح صلاح، روح على بيتك ونام بتختك. مثل ما لي شايفك بعرف اني بدي اندم. تصبح على خير.